جريمة إنسانية شنعاء أجبر فيها حوالي 55 مهاجراً أفغانياً تحت تهديد السلاح على دخول النهر ومغادرة الأراضي الإيرانية، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم. قضية المهاجرين الأفغان ما تزال أصداؤها عالية. السلطات الأفغانية تواصل التحقيق بالحادثة، فيما تنفي السلطات الإيرانية الاتهامات، في الوقت الذي تجمع الآلاف أمام القنصلية الإيرانية غرب أفغانستان في وقفة احتجاجية. القصة بدأت بعد إعلان وسائل إعلام أفغانية بأن عشرات المهاجرين الأفغان تعرضوا للتعذيب على يد حرس الحدود الإيرانيين، وألقي بهم في نهر وهم أحياء، ما تسبب بغرق العديد منهم. الحكومة أكدت العثور على 12 جثة، فيما لا يزال 15 آخرين في عداد المفقودين. بيان وزارة الخارجية الأفغانية أكد تعيين وفد للتحقيق في الجريمة، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن دبلوماسيين إيرانيين في أفغانستان رفضوا الادعاءات بناء على المعلومات الأولية. يعيش مليون لاجئ أفغاني في إيران حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ويضاف إليهم حوالي 2.5 مليون مهاجر في وضعية غير شرعية. آية تائب الحدث.